موف موريتل تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. المحامي الدكتور سيدي المختار والسيدي. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا شاكرين تواتر ومحيين متابعين ومهتمين ببرامجه. بداية، هل ما زالت صفة محامي تنطبق عليكم؟ صفة محامي تمنحه المحكمة العليا، لأنني شخصيا دخلت المحاماة رغم إرادة هيئة المحامي بقرار من المحكمة العليا، والمحكمة العليا هي التي قالت إن قرار الهيئة أنه لا سند له، بالتالي قامت بتعليقه. بالتالي هذا الصراع والحمد لله أخوضه مع الهيئة منذ 2012، هو صراع أبدي بين الذي هو أدنى والذي هو خير. لماذا تم شطب اسمكم من قائمة المحامين الموريتانيين؟ لأن القائمين على الهيئة لا يريدون موريتانيا يحملوا شهادات أكبر من شهاداتهم، ويستبشعون أيضا أن يكون أستاذ قانون خاص خريج من جامعات محترمة ويحمل شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة. هذا هو. لما كنت محامش كنت له تعود؟ أنا لم أدخل المحاماة أصلا، إلا دخلتها احتياطيا. أنا أستاذ جامعي قبل أن أكون محاميا، لهذا دخلت المحاماة فقط بعد أن درست 3 سنوات في التعليم العالي، ولأن أيضا التخصص من القانون الذي اهتموا به يتطلب أن تكون لك علاقة بالقضاء، لأن فوق القضاء مصدر من مصادر القانون الخاص. شن هي علاقتكم بالصحافة؟ علاقة ودية، لأني أعرف أن دائما في موريتانيا بشكل خاص أقترح أن يكون الصحفي الموريتاني أولى بأن يكون محامي، وأن يكون المحامي الموريتاني صحفي. لماذا دائما تعود في ملفات تثير الجدل حولكم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي أولا فعلا قضية ولو خطير، المجتمعات الجمهورية الدول الجمهورية لا يعترف بها بحق لله ولا بحق لرسوله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فعلا مثير خاصة بالنسبة لهيئة المحامي أن يكون محامي خريج من الجامعات التونسية والفرنسية ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثير. ثانيا قضية الشيخ الرضا فعلا قضية سكت عنها العلماء وبمباركة من الحكومة والإدارة، خاصة إدارة الضرائب، البنك المركزي، جمعية البنوك، ومع ذلك غريب أن يستقبحها محامي. هذا فعلا أيضا مثير. بالنسبة للصراع مع المحامي، أنا شخصيا دخلت الجامعة رغم إرادة أجهزة الفساد في التعليم العالي، ودخلت أيضا هيئة المحاماة رغم أنني أول أستاذ جامعي حاصل على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة والأول. الآن هذا الأسبوع لدي ملف فيه دكتور متخرج من الجامعة الفرنسية وهو أول موريتاني يحمل شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة من هيئة باريس، الدكتور محمد صالح أبه، لكن الهيئة لا ترحب به، لأن طبعا الهيئة تريد أن تظل مجموعة من المحامين لا يحملون شهادات الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، وأي جديد له قدر من الفصاحة أو الخطابة أو لديه شهادات لا يرحب به. يعني محامي يتكلم 3 لغات، وأول محامي موريتاني يستقدم أكبر علامة تجارية في أوروبا في النقل الجوي تركيش إيرلاينز، معها قطر إيرويز وفلاي أميريت، هذا طبعا هذا ليس حتى بسيط. وبالتالي المنافسة الشريفة مع غياب وزارة العدل للأسف وغياب الحكومة، هذا يجعل الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه. لو أتيحت لكم فرصة على أنكم تتجنبوا القضايا اللي أثارت الجدل، ما تدخلون؟ لا أتجنبها مطلقا. قضية والمخيطير لا يمكن أن أكون لا يمكن إلا أن أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلن لا قدر الله الرد عن الإسلام، لأنه بعد شوى. بالنسبة لقضية ضحايا الشيخ رضا أيضا نفس الشيء، لأني لو لم أطلب استصدار حكم بتصفية الشيخ الرضا لكنت مثل هيئة المحامين أو المحكمة التجارية لكنت سندا ووسيلة لتبييض الأموال. ما سبب الملاسنة مع أحد المحامين في قصر العدالة؟ ذاك محامي يسمى محمد بن لحم المرابط، ومعه محامي ثاني قال له محمد الشدو، فيه أول عقد
يقوم به إفريقي يتعلق بالنقل الجوي كوسيون سوليدار، وأنا شخصيا ما قمت به لصالح الخطوط الملكية المغربية، الخطوط التونسية الفرنسية، وبعلم فرنسا وتونس وياتا وفيزافيت. هذا العقد يدر علي بمبالغ لأنه عقد مهم. هذا العقد في إطار صراعي مع هيئة المحامين 2014، وطبعا ولي عبد العزيز حينها مع هيئة المحامين لأنه هو الداعم لولي الشدو. حينما انتقلت إلى قطر بدأ ولي الشدو وهذا المحامي محمد الحمد مرابط بدأوا يستخدمون هذا العقد الذي لي اللي هو ملكي، وبدأوا يجمعون منه الأموال. حينما طلبت من الهيئة أن تتابع المحاميين لأنهم مرتكبين جريمة التزوير وجريمة السرقة، قالت الهيئة امتنعت. طبعا أنا أعرف السبب لأني الاعتبارات جوية، أنا شخصيا من المناطق الشرقية، بينما الجماعة الثلاثة من منطقة ما بين العاصمتين ما بين أبو تلميذ وتيقنت، موريتانيا فيها القبلية فيها الجوية وفيها العنصرية، هذا لا يمكن إلا أن أقوله. إذن هذا المحامي ذاك الكلام القبيح البذيء اللي يقوله هذا ردة فعل على الدعوة التي تم تحريكها ضده وضد ولي الشدو. يصفكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمحامي سبايدر مان، بما تردون؟ سبايدر مان هذه في الحقيقة لهم الحق في ذلك. الكثير من متابعين العالم الافتراضي يعرفون يريد المحامي عادة، بعض المحامين الموريتاني يريد أن يكون شكليا، مثلا يصلح لأداء دور أمام المحاكمة، والمحاكمة محاكمة موريتانية وفيها كما تقول المحامية اللبنانية مرهج فيها تسول الكلام، ومع انتهاء المحاكمة يموت المحامي. لكني شخصيا لست من هذه المدرسة. المألوف عند الموريتانيين هو محامي لديه رقم أعمال ضخم من الأموال لكنه لا ينبس ببنت شفه، لكن محامي يتحدث بالشأن العام وليس له موقف ريبة من الدين، هذا ليس مألوف في موريتانيا، وقد يكون هذا هو السبب. بحكم خبرتكم، ما هو الحكم الذي تتوقعون أن يصدر ضد ولي عبد العزيز إذا تمت إدانته؟ في القضاء الموريتاني الكذاب والأشير من يقول إن له قدرة على توقع الحل. الحلول القضائية في موريتانيا مثلا المنجم وحده من يستطيع أن يتوقعها. لو طبق القاضي الموريتاني، لو أقام وزنا للقانون الدستوري الموريتاني فسيحكم، وتقاضى عن تنازل الفيف دفاع ولعبد العزيز عن الطعون التي يوفرها القانون الموريتاني، وأثار المادة 93 تلقائيا من نفسه، فإنه قد يحكم بالبراءة. وإذا في المقابل القاضي لم يزر تلقائيا من نفسه المادة 93 وأقام رتب أثر على امتناع دفاع ولي عبد العزيز عن الطعون المقررة قانون لصالح ولي عبد العزيز، فإنه قد يحكم بعشرين سنة. هل عرض عليكم منصب حكومي من قبل؟ أنا عرض علي بعد انقلاب ثاني لولي عبد العزيز. كان عندي زميل رحمة الله عليه كان مفوض الأمن الغذائي وهو زميل طفولة، ومعه زميل حالا مدير سابق للتلفزيون الموريتانية المدير والمونة وآخرين لا أريد. المهم عرضوا علي، وقتها كان التركيز على مكتب التنفيذي للـ RFD، وكنت فيه إلى جانب الدكتور سيدي والسالم وإلى جانب آخرين. وكان الاقتراح فعلا لو قمت بخيانة حمل داداه وتنازلت عن المكتب التنفيذي فإن منصب وزاري ينتظرك، لكن الحقيقة قلت لهم إن معاوية لم يترك السلطة إلا بعد أن أصبح التعيين في الوزارة أقرب هو الاستئزاء من هو المكانة معنوية، بالتالي لا تستهويني للوزارة وللرئاسة. يكفيني في موريتانيا أن لا يتجرأ رئيس على المساس من مواطنتي. هل سبق وأن تم رفع دعوى قضائية ضدكم؟ أتذكر العام الماضي قمت بعملية مرابحة مع بنك تجاري بناء على طلبه للحصول على السيارة، واتفقنا على مرابحة لمدة 6 سنوات. لكن هذا المحامي الذي قام بسرقة عمل الذهني وأموالي يبدو أنه أقنع البنك بأن يرفع دعوى ليحصل على مبلغ 40 مليون في ظرف سنة ونيف بدل من أن يحصل عليها في ظرف 6 سنوات. هذه قضية تم رفعها. أتذكر أيضا أنه في بمناسبة دائما في قضية نصرة أيضا في شركة إسبانية
مثلا استحلت الحكومة الموريتانية وبعض وبنك موريتاني أموالها، وحينما استصدرت لها حكما لصالحها بأموالها حاول أيضا حاولت النيابة العامة وأمن ولي عبد العزيز أيضا أن يستفزوني من خلال تلك القضية، فطلبوا قاموا بطلبوا من الطرف الآخر أن يرفع دعوة. لكن هذه قضايا كلها مالية وكلها أشري عرضي، كلها أقدم ما يريدون من المال حتى أقطع الطريق. ما هو رأيكم في تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات شرعه الله تعالى، قال مثنى وثلاثة وربع، لكن الشريعة أيضا قيدته بضوابط، لا يمكن أن يتم التعدد على الطريقة الموريتانية. الطريقة الموريتانية هي استخدام للدين على نحو يصادف هدف الرجل هواه، وعلى نحو يضر بالزوجة وبالأسرة. من ليست له الكفاءة، ليست له المقدرة، لا معنى لأن يتعدد. مواطن ماشي من الترحيل، كم سيكلفه النقل وما هو مساره؟ هذا اللي جاي من الترحيل دور يتكلف، ما نعرف السعر قبال مباشرة للنقل، ما نعرف الوقت. قليلين يجي القضاء لا يتكركر، دور يعوض صبعه به اللي قضى عدالة. ما هي سام عبد المبدأ الدستوري اللي قال له لا سيليريتي اللي هو السرعة، والله اللي ما هي عامل بذاك اللي كان يقول عمر بن الخطاب الأشعري، يقول له حتى لا يطمع الشريف في حيفك ولا يئس ضعيف من عدلك. لو أتيح لكم اختيار يوم وطني لتخليد ظاهرة معينة ماذا ستكون؟ اللي نبغي أنا يخلد ويفرض هو الشبابية، ودور تنعكس اللي تفرض الشبابية دور تحول موريتانيا إلى دولة من أقنى الدول. من هو صديقكم المفضل؟ أنا صديقي المفضل رحمة الله عليه هو دكتور معالي الوزير محمد الليلة، رجل إن شاء الله الجنة والحرير، وصديق طفولتي. وطبعا عندي أصدقاء حالا كثر، قريب بعض صديقي الخاص هو دكتور محمد الليلة رحمة الله عليه. من دراية كانكم تحكوا لغنة ولا تقرضوا الشعر؟ معانا الله لا نسمعته. آخر طلعة والله قاف سمعتوه وزيان عندكم؟ آخر شيء نسمعه ذاك قناة محمد بسروال رحمة الله عليه على لسان أدب والمصيد، هذا هو عندي عنه برحة الأولى. ما نذكر قبال وخايف لنا الحان فيه بي اللي محمد بسروال قناة خاص ما حافظ. هل لديكم مواهب أو هوايات لا يعرفها عنكم الآخرون؟ أنا هوايتي الحقيقية هي 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 القرآن والقانون، ما عندي هواية. شتى سمعوا من الهول؟ الهول أنا كنت سماع له يا خير، إلينا من الأربعينات ما تيت نسمعه يكون مفرصع لي. أغرب موقف قد واجهته في مرافعة لكم أو خلال المحاكمة؟ أنا مذكر أني في واحدة من المحاكمات تم إلينا هو جاي واحد لا يعتد عليك، واحد مولي محامي اللي رجل عدالة، والحقيقة ما قدام هو في المحاكمات الضبط للرئيس المحكمة، وإحنا رؤساء المحاكم اللي عادة يملاوا بلا يصوموا يفرضوا ولا ديسبلين، نقوموا إحنا المحامين بحرب عليهم. كيف الرئيس مثلا محمد فالي ولا سقام اللي أصلا في نواكشوط جلساته محترمة وقرة، هيئة المحامين في الصراع معه. على كل حال حاجة اللي أني عاقب ذيك الرواية دائما تعود المحاكمة مهمة نجيب معايا رقاش. متى تغضبون؟ أنا في الحقيقة بكل أمان أنا واحد من أهل الشرق ومصنوع ونفقع قبال، وقال بعد ما ملي الحمد لله أبيض، قال بعد نفقع في الحرم ملي أهل الشرق فيهم درجات من الصنع. الولات حاضرة قديمة كيف القيروان وكيف الهنود يستخدموا البيما، يستخدموا الحرور هذا، وبالتالي فهم الصنع ما يغير مولي الحمد لله. وهذا من فوائد القرآن، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا مبصر قد حد يجلج قال عاقب ذاك. ولهذا نظر كلين يجيكم هون إبراهيم واللبتي وكذا، ألا سلم عليه واتمنى له الخير. يقير في لحظات معينة نعود إحنا في لحظة كذا، بالعكس قد ما أتحكم نفسي غير لأن المسلم مولانا يعني كامل المسلمين يعالج نفسه. شنو القرار الخاطئ اللي قد اتخذته ولو أتيحت لكم الفرصة ما تعودوا عدلتوا؟ يا سلم القرارات حاجة اللي في إطار مهني، حاجة اللي قدر أنا صارعت على مستوى مع المحامين اللي هيك تدخل 80 شاب محامي يعودوا محامي
وعضيت عليها صبعي على اني كنت نختار هذا الشباب يعودوا رافعه ويعودوا وسيله تغيير قطاع العداله. قال للاسف هو قدر من هذا الشباب يختاروا الربح الفوري، يختاروا بدل من أنا وهما نتعاونوا على أن العدالة تعود مثل الحوض الشرقي في هيئة المحامين، البراكنة في هيئة المحامين، تيرس العدالة تقرب من المتقاضين، بالعكس عادوا هما الشباب قدر منهم وسيلة للمدرسة القديمة بالمحامين اللي ما عنده شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة أن الحالة تتم بصفتها، وأنا أملي كان أن ندخلهم هو لا ينعكس هذا قرار خطأ. رسالة إلى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. نختار نقول أبو حبويني على أنه الشيء عندي على أن التقرير اللي قدم للرئيس ما يقول فيه للرئيس والحكومة المعلومات كاملة، فم شكاوي صادرة من مكتبي أنا، فم مهل محيرث اللي هم 40 عام قضيتهم ما هي قادرة توقف ضعاف وهذا هو ما بيذكرها للرئيس، فم أنا شخصيا ضحية المنافسة غير الشريفة من هيئة المحامين تشود موريتانيا تكتب الدول باسم الدول الموريتانية تقول له مفاومس المختار، وبعض الدول تابع كيف تونس تابع، ومع ذلك هو ما هم علموه للرئيس. عقب ذاك هو يقعد في جنيف أن موريتانيا تحارب العبودية، وفعلا موريتانيا تحارب العبودية، قال هو نفسه عبد، هو نفسه أنتاك أفوكا رقيق، قال ما بيعطي الاستشارة القانونية السليمة للحكومة الموريتانية، إما ذا ما يعرفه وإما يختار موريتانيا تتم هي آخر دولة فيها العبودية بيلي هو نفسه إسكلاف بيلي في القانون، أي شخص ما عنده الحق في التقاضي يعتبر عبد، والبو حبيني كمحامي ما عنده الحق في التقاضي وبالتالي يعتبر عبد. هاي المادة 3 من قانون مكافحة الاسترقاق، والمادة 12 من الاتفاقية الدولية حول الاسترقاق، ومحرج. وهذا هون هو اللي القانونيين يدمروا موريتانيا الحكومة يعدلوا بها الهم، يعطوه استشارات مغلوطة. ولهذا ليه تدعو ضرك أبو حبين النقاش علني معي أنا دوري 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 دور ما هو ليتمونك بيلي صوروا لي اليوم اللي تعرف أمريكا وكندا وفرنسا على أنه أبو حبين اللي كان يجيهم في جنيف أنه هو نفسه مخالف القانون الدولي الجنائي مرتكب للجرائم، واحدين قال الاسكلافاج ولا ميزان اسكلافاج ولا تورتير، هو نفسه ضحية الاسترقاق والاستضعاف والتعذيب. المحامين الموريتاني اليوم معذبين، وكيف ذاك الحوض الشرقي وهل البراكنة، البراكنة معذبين. لماذا معذبين؟ لأنه ما عندهم الحق في التقاضي به اللي لين تبارك تجي لمحكمة البراكنة لا بدارك بتجيب محامي محرم أنه تعود عنده هيئة في البراكنة من باب أحرى الحوض الشرقي، وهذا من يدافع عنه والبو حبويني ويدافع عنه واللي بيتي في الوقت اللي احنا فرنسا اللي هي نموذجنا في قاعدة في القانون القضائي الخاص تقول أن كل بلدة فيها محكمة ولاية تجئي مباشرة تنعود فيها هيئة للمحامي، ولهذا فرنسا فيها 157 محكمة ولاية وفيها 157 هيئة للمحامي. يقر الصف موريتاني قال وعلن فعلا تيرس تعود فيها هيئة تعود فيها محكمة ولاية، الحوض الشرقي تعود فيها محكمة ولاية، قال ممنوع أن تعود خارج هيئة للمحامين يكون في الترالس اللي هي لا حد ولاية من ولاية موريتانيا. موريتل تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. لحال هذا ما الله ما واضح لي وش هذا الرياض تبع هذا قميص رياضي غير ما نعرف الرياض ما نهلها قبال حتى ما شفت بعد العلم الوطني انا عرفنا المرض هذا طبشو هذا نعرفه ونحبه ونحب اهله هذا والله هذا الشامل هذا نعرفه والله هذا يذكرني على كل حال بالطفولة زمن كالربيع حل وزال بيت أيامه خلقنا طوالا
هذا مديني له، مديني للمعهد ولهذا هذا الكتاب وهذا النشر القديم. وفعلا ديك الساعة التعليم ديك الساعة ما هو كيف درك، اللي التعليم ديك الساعة يخدم الوحدة الوطنية ويخدم مشترك، بينما درك التعليم للأسف يفرق موريتاني وخطر على موريتاني، وهي اللي الأغنياء عندهم نظامهم التعليمي والفقراء عندهم نظام. لأن بعد هذا ذكرني بأيام جميلة، وهذا اللوح والطبشور، هذا اللوح ديك الساعة زمننا ما كان مثلا خالق الله سبورة واحد، احنا ما نجبره. توفيق قالت يوقف رقاج وتوفيق قال له اكتب كذا وعدل كذا. العدالة الموريتانية بالنسبة لي أنا الشرع الأقوياء، هذه الكلمة قابلها من ترجمها الشابي من فيكتور هيوغو. الشابي باقي يقول الشرع المقدس ها هنا، رأي القوي وفكرة الغلابي، سعادة الضعفاء جرم، ما له عند القوي سوى أشد عقابي. هذه تبان مرايا شفت فيها ضرك نفسي. رأي الحمد لله شيب والنذير رأي في نفسي لا. هذا الشيخ الرضا، هذا بالحقيقة هذا أنا عرفته من خلال دعوة معدلة نقيب المحامين السابق الشيخ الحندي، دعوة المحامين كاملين وفندق وفوتل الخيمة. وعقب ذاك بعد أسبوع قال لنا على أنه لا يعود من النصرة، وعلى أننا نعدل يوم النصرة يوم السبت. وفي الحقيقة اختلفت أنا وهو، وقلنا على كل حاجة تروم أنا الراجل من الأمن، ولا أنا بعد ما تيتم الجابر معه. وديكت أنا والشيخ الحندي في قضيته، الشيخ الحندي جايبه هو نكتور بعد ما تيتم نسق معه ولا تيتم الجابر معه. جاني الشيخ محمد بويا والشيخ محمد فاضل، ديك الساعة كان رئيس جمعية الدبلوماسية الموريتانية، وفعلا مهم عندي ما هو كيف أكثر أنا احترامي له من زميلي نقيب المحامي. وهو اللي قال على أنه إذا ما تعاملنا معه أن لا يصنفنا ولا عبد العزيز، أن لا تواصلوا توه والله لا ضده ولا عبد العزيز. على كل حال مهم بعد الأخلاق، وبعد تعاملنا معه وعدل نصرة وحده هو الشيخ الرضا يقير من عقبها عاد يدعي الناس أنهم ما تلوجوا الاحتجاجات، وعد البيان قاعد يدعي نصرة ولا عبد العزيز، ويتلوان على نصرة ولا عبد العزيز ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدروا يتفقوا بيلي ولا عبد العزيز قاعد في تقانت يقول على أنه خطير ذي اللي عد الحق له شخصي وأنه مارس حرية دستورية. ومن ذاك الوقت أنا نقول له هو الشيخ الرضا هو صمصارته عندي على صفحتي، نقول لهم مقاعد النار اللي إحنا المسلمين عندنا الوكيل بالدين هو طريق النار وكسر الطريق. إذا بطل هذا هو الشيخ الرضا. والحمد لله مني عم ولانا طاني مولانا عقبت عن طريق الأمريكيين وقفنا نشاطه، وطاني مولي مولانا لأنه وفقني أني جبرت ضحاياه اللي صدرت لهم حكم بالتصفية ضده، وإذا هي ضرك حسب اللي تقول بحكم التجارية في 370 مليون دولار استثمار صيني للوفاء بديونه، وحسب اللي تقول المحكمة التجارية. أنا طاني مولانا ضحايا هو قديت نعاونهم اللي إذا هم ضرك عاد عندهم أحكام سندات تنفيذية، بينما سابق كانت عندهم متواقط. وراه بالمناسبة الشيخ الرضا هذا أعطيه لعبد العزيز 400 بنك، وأعطيه والقد 7 بنوك، وأعطيه للشاهد الثالث عليه بنكين. هو في القانون التجاري كل مليار عبارة عن بنك. الشيخ الرضا رقم أعماله وصل 400 مليار، معناها 400 بنك، والقد 7 مليارات ونيف، معناها 7 بنوك، والسلمان مليار ونيف. إذن هو ده وسيلة من وسائل تجارة والعبد العزيز. وفعلا هذا ذيك الساعة هو اللي اقنعتنا به الأمريكيين، وهو العاد يضغط على الحكومة لين عاد هو عدل تصريحه ذاك أنه راه هو تايب المولانا وراه هو أجل التوبة وهو عدل باطريك العملي. إذن في نهاية هذا أشكر متابعين تواتر، وبارك للجميع العشر الأواخر من رمضان، جعلنا وجعلكم إن شاء الله من المعتقين من النار، يوفق الشعب الموريتاني في الانتخابات الجاية والاختيار الأمثل، يوفق إن شاء الله حاكم الحالي الرئيس والغزواني لأنه عدل القطيعة مع
أنظمة الحكم ومناهج الحكم الماضية، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.